السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات ليلى شانيل. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم شكرا كاملين على التعاليق الزوينة المحفزة اللي كتعطيني طاقة ايجابية وكتخليني نستمر. كنشكركم كاملين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ثلاثة ديال الاشكال بعجينة واحدة. الشكل الاول كيكون هكا، ممكن انكم تقسموه في الوسط هكا وتعمروه باي حشوة توفرت لكم. كذلك درت شكل هكا مربع بحال شكل بيني، درت فوق منه السكر، كيجي رائع وخاوي من الداخل. وكذلك درت الشكل الثالث اللي تيكون مدور بحال هكا وعمرته بالشوكولا، ممكن تعمروه بلا كريم باتيسير، يعني كيبقى لكم الاختيار، ممكن تخليوه بلا عمارة، ديروا غير السكر من الفوق. بسم الله. في المقادير عندي هنايا الحليب يكون دافي، من الأحسن يكون الحليب دافي. وبالنسبة للعبار ماشي ضروري الكاس اللي غادي نعبر به أنا، تقدروا تعبروا بأي كاس نتوما عندكم، يعني سواء كان الكاس الحجم ديالو كبير أو لا الحجم ديالو صغير فماشي مهم، سواء كاس أو زلافة ماشي مهم. أهم حاجة هو أنه مثلا داك الإناء أو لا داك الكاس اللي غادي نعبروا به الحليب فهو نفسه كنعبروا به الدقيق، يعني مثلا عندي هنايا كاس واحد ديال الحليب فكيمشي معاه جوج كيسان ونص ديال الدقيق، ولا درنا زلافة ديال الحليب كتمشي معاه جوج زلايف ونص ديال الدقيق، يعني كل حاجة وحدة ديال الحليب كتمشي معاها جوج ونص ديال الدقيق. غنضيف كذلك الخميرة ديال العجينة على حسب الجو كتبقى، انا ضفت هنايا تقريبا معلقة ونص، وغنضيف معلقة ديال السكر سنيدة او لا السكر الخشن. غادي نحرك المكونات حتى تنسجم مع بعضياتها وتفعل داك الخميرة. كيف ما سبق لي وقلت لكم بالنسبة لي انا عبرت بالكاس ديال العنبة، نتوما ماشي ضروري تعبروا بنفس الكاس، اي كاس عندكم الحجم ديالو صغير او كبير، او لا مثلا هاد زلافة بحال هكا كتاخدوا زلافة ديال الحليب وكديروا جوج زلايف ونص ديال الدقيق. بالنسبة للحليب ممكن اننا نعوضوه بالماء، يعني نقدروا نديروا الماء، ولكن في هذه الحاله اننا غادي نزيدوا واحد الاضافه واحده اخرى، هو اننا غادي نضيفوا معاه بودره الحليب نيدو. بالنسبه للاخوان الجزائريين فانتم عندكم الحليب بودره الحليب الاسم ديالو لحظه. هنا غادي نضيف الدقيق بالتدريج، يعني شويه بشويه، وانا كنجمعها باش ما تقصحش العجينه، لان الدقيق كيختلف من نوع لاخر، كاين النوع اللي كيشرب وكاين النوع اللي ما تيشربش، ولو انك ديري الدقيق الممتاز. هنا غادي نضيف كذلك الملحه، وغادي نكمل العجينه غير بيديا وغير برؤوس الاصابع، يعني هاد العجينه هذه ما كتدلكش نهائيا وما كتعجنش شي عجينه بالكف ولا، غير بصبعنا فقط كنجمعوا العجينه. هنا الدقيق كندير شويه بشويه، والعجينه بدات كنحس بها انها بدات كتجمع وكتقصح، لهذا ما غاديش نضيف داك الكميه كامله ديال الدقيق، خليت هنا تقريبا نص كاس، يعني جوج كيسان ديال عفوا ثلاثه ديال الكيسان ديال الحليب. دخلوا لي هنايا الدقيق سبعه ديال الكيسان، سبعه ديال الكيسان ديال الدقيق. غادي نجمعها فقط غير بصبعاني بيدي بحال هكا، وغادي نخليها نغطيها ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. بالنسبة للاختمار ممكن تاخد من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة وحتى ل 20 دقيقة، كتبقى على حسب الجو السخون او لا بارد. من بعد ما كتختمر العجينة وكيتضاعف الحجم ديالها، فكندهن يدي غير بواحد شوية ديال الزيت، وكناخد ديك العجينة نحطها على سطح العمل، كنقسمها على نصفين. النصف الاول كنقطع منه كويرات صغيره الحجم، الحجم كيبقى اختياري ومن الاحسن ديروهم صغيرين قل من الحجم ديال البيضه. كذلك عندي هنا جوج طبيصلات، واحد فيه السمسم اي الجنجلان والاخر فيه الحليب. الحليب يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش بارد في الثلاجه وما يكونش سخون. كناخذ الكويرات ديال العجينه بهذا الشكل هذا، كنغطسهم في الحليب، ومن بعد كنولي نفندهم في الجنجلان اي السمسم، كتبركو عليهم باش كيهزوا لينا الجنجلان بزايد شويه باش كيلتصق فيهم. نعاود وحده بنفس الطريقه والفيديو كيشرح نفسه اكثر. ومن الاحسن ديك الطبسيل او لا لاطا او لا بلاطو يكون مفرش فيه واحد المنديل باش العجينه ما كتلتصقش. غادي ناخذ النصف الثاني ديال العجينه، وغادي نرش واحد شويه ديال الدقيق
على سطح العمل، كنطلقها بالدلاك وكتطلق دغيا دغيا، يعني ما كتلتصقش في الارض، وفي نفس الوقت كتكون مطلوقه. كناخد قطعه دائريه وكنقطعهم على هذا الشكل، السمك ديالهم كيكون ما رقيقش بزاف وما تيكونش غليظ. كذلك حتى هما كنفرش لهم واحد المنديل باش ما كيلتصقوش في اللاطه، يعني العجينه باش ما تلصقش. هاد العجينه اللي بقات لي كناخدها كنجمعها، وحتى هي غادي نطلقها ديك الساعات، ما كدلكوهاش غير كتجمعوها هكا وكتطلقوها، راه ساهله في الطليق ديالها. بالنسبه لهذوك اللي درت ليهم سمسم اولا الجنجان، كنقرصهم على شكل خبيزات مدوره بحال هكا، كنطلقها بالدلاك، ومن بعد كنقطعها في النص بالقطاعه ديال البيتزا اولا بسكين يكون حاد، يعني بشي موس يكون ماضي. طريقه راه سهله، ممكن انكم تطلقوها على شكل طولي تجي ميني باغيت، ولا بغيتوها تجي على شكل اللي درت انا فكديروها غريسه ولا خبيزه مدوره وكتقطعوها في النصف. ومباشره كي كنطلقهم كنبدا نقلي، انا يدي خفيفه شويه كنبدا نقلي، وفي نفس الوقت كنزيد نطلق العجينه اللي مازال ليا. هنا انا سبقت من هادوك اللي ما فيهمش السمسم، اللي ما فيهمش الجنجلان، باش ما يوسخوليش الزيت. غنسبق هادو اللي ما دايره لهمش الجنجلان، هما الاوله، وعاد غنبدا بالاخرين. بالنسبه للنار ما تكونش مجهده بزاف باش ما كيتخطفوش وكيتحرقوا، من الاحسن تكون في الاول متوسطه وشويه عاوتاني تنقصوا، وانتم غاديين هكا مره متوسطه مره تنقصوا عليها حتى كنكمل الكميه اللي عندي. وعاد كنبدا نطيب في هادو اللي فيهم الجنجلان باش هكا الزيت ما كيتوسخليش بالجنجلان في الاول. مباشره كي كنحطوهم في الزيت كيبداو كينتفخوا، وحنا تنقلبوهم كي كيبداو يتحمروا من واحد الجهه كنقلبوهم للجهه الاخرى باش هكا كياخذوا داك اللون الذهبي ديالهم حتى كيطيبوا، كيجيو ناشفين من الزيت، وكذلك كيكونوا خاويين من الداخل ديالهم، يعني ما فيهمش اللبابه وما فيهمش ما مدقصينش، كيجيو خاويين وفي نفس الوقت ناشفين من الزيت، يعني واخا تنقليوهم في داك الزيت ما كيرفدوش الزيت. ممكن انكم تعمروهم باي حشوه بغيتو، ممكن تاخذوهم غير هكاك تاكلوهم، هذاك السمسم اللي فوق منهم كيعطيهم واحد المذاق زوين بزاف. هنا خرجت 3 ديال الشكال من نفس العجينه، ممكن تخرجوا حتى اكثر من 3 الا عندكم مثلا شي قطعه في شي شكل اولا في شي ديكور فيها، ممكن انكم تقطعوا بها. كذلك ممكن تقطعوا غير بالقطعه ديال البيتزا على شكل مثلات، لكم الاختيار في الشكل ديالو. كنتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في قناه ليلى شانيل والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكذلك ما تنساوش لايك للفيديو. ونتلقاو في وصفه جديده وفي وصفات جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.